ما وصل إليه الأمر بالتوقيع على اتفاقية أبها، والتي مع كامل الأسف وقعها العثماني الذي أشفق عليه، كنت أتمنى أن لا يقع في هذا الخطأ. ولذلك عندما يصفونه المشايخ بأنه خائن، أتصدى لهذا الأمر وأقول الأمر لا يتعلق، الشخص ليس خائنا، لأنني أعرفه من قبل وأعرف كم ناضل من أجل قضية فلسطين قبل أن يكون رئيس حكومة أو رئيس حزب إلى آخره، وحتى لما صار رئيس حزب وحتى لما كان أيضا. لكن مع كامل الأسف سقط في ما أسميته أنا بنوع من الجبن. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ خالد سفياني المحامي البارز وأحد أبرز مناصري القضية الفلسطينية. اسم الأستاذ خالد سفياني ظل مرتبطا بالمسيرات المليونية في شوارع الرباط. الأستاذ خالد سفياني هو أمين عام مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، هو منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي، هو رئيس المؤتمر العربي العام. الأستاذ خالد سفياني، هذه فرصة لمحاورته بصدد آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. نرحب بك الأستاذ خالد سفياني. شكرا، أرحب بكم. في حلقات سابقة طبعا تناولنا السياق العام الذي تمر منه القضية الفلسطينية، خاصة بعد ما يعرف بالتطبيع. التطبيع طبعا الذي حصل في المغرب أثار ردود فعل عديدة، كيف تفاعلتم أنتم مع هذا التوقيع؟ طبعا نحن بدأنا مناهضة التطبيع منذ بدايات التطبيع. أتذكر أننا أسسنا اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع وأنا آنذاك رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني في التسعينات، لكن لم يكن التطبيع بنفس الحدة التي نراها اليوم. آنذاك كان بعض الإخوة وبعض المواطنين يتبادلون أحيانا زيارات مع الكيان أو غيره، ولكن كنا نستطيع في كل مرة أن نثنيهم وأن يعتذروا أحيانا وأن يسحبوا أحيانا عضويتهم في شيء مشبوه إلى آخره. لكن جاء الوقت الذي أصبح فيه التطبيع ضرورة ملحة لفائدة الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني يعيش حالة من الاختناق، يعني يقولون عن غزة بأنها محاصرة، فعلا محاصرة وتحش الكيان الصهيوني أيضا نظرا للعلاقات مع دول الجوار، مع مصر، أردن، سوريا، لبنان، يعني وهو في حاجة إلى الخروج من هذا المأزق وإلى الانفتاح على الدول العربية المحيطة وإلى لعب الدور الذي من أجله تأسس. وهنا بدأت ترتفع حدة محاولات التطبيع، ومع كامل الأسف دخل فيها
بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون ما يقومون به، وصل الأمر إلى مستشار ملكي يقوم بمبادرات حول تطبيع، وصل الأمر إلى بعض بين قوسين قادة أحزاب، وصل الأمر إلى مثقفين، وبدأنا نسمع خطاب يجب أن ننتبه إليه جيدا، وهو الخطاب الذي يقول على كل حال إحنا عندنا مؤتمر على زهرة كذا، وما إشكالية الزهرة مع التطبيع ليكن ما يكون يعني. بدأنا وبعد ذلك نسمع الرياضة ليس فيها سياسة يعني، ولذلك إذا التقينا مع إسرائيليين في الرياضة ما علاقة بالسياسة. بدأنا نسمع موضوع الفلاحة والتي لعب فيها الصهاينة أدوار خطيرة جدا، درجة سرقة أسس المنتوج المغربي الأساسي مثل النخل، مثل التمر المجهول، مثل يعني زيت أرغان إلى آخره. بدأنا نسمع في كل قطاع أنه على كل حال هذا، وكانت الغاية هي أن نستفيق يوما ونجد أنفسنا يعني نائمين مع الصهاينة في كل مكان. طبعا في حركتكم المساندة للقضية الفلسطينية إجمالا هناك التيار اليساري، هناك التيار القومي، هناك الإسلاميين. ما حصل في التوقيع هو أن صادف وجود حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، وطبعا توقيع رئيس الحكومة لربما أحرجكم. لا، إحنا تحرجنا الكلمة المطبعة وليس يعني ما وصل إليه الأمر بالتوقيع على اتفاقية أبها، والتي مع كامل الأسف وقعها العثماني الذي أشفق عليه. كنت أتمنى أن لا يقع في هذا الخطأ، ولذلك عندما يصفونه المشايخ بأنه خائن أتصدى لهذا الأمر وأقول الأمر لا يتعلق، الشخص ليس خائنا، لأنني أعرفه من قبل وأعرف كم ناضل من أجل قضية فلسطين قبل أن يكون رئيس حكومة أو رئيس حزب إلى آخره، وحتى لما صار رئيس حزب وحتى لما كان أيضا. لكن مع كامل الأسف سقط في ما أسميته أنا بنوع من الجبن، لأن الأخ العثماني لم يستطع أن يدلي بموقفه وموقف حزبه إلاخره. كان عليه إما أن يستقيل من الحزب ويوقع بصفة شخصية، لكن أخيرا العديد من القيادات الحزبية، العديد من قيادات حزب العدالة والتنمية بررت ما أقدم عليه الدكتور العثماني، بل وقتها أيضا عبد الإله بن كيران قال هذه مصالح الدولة المغربية. لا، أنا قلت أولا هو كان إما أن يستقيل من حزبه أو من رئاسة حزبه، أو يستقيل من رئاسة الحكومة وبالتالي يوقع عليها كشخص وليس كرئيس حكومة، أو أن يرفض التوقيع وليؤدي إلى ما يؤدي له وبعدين يعني. لا، هل هي مسألة شخص أم هي مسألة لا 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 سياق لا سياسي؟ قضية التوقيع أكيد أن هناك سياق سياسي يعني، ولكن العثماني قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني،
لكن الحزب يعني لم يعترض ولم يحتج وقتها. الحزب اعترض واحتج وبقي معنا مناضلون من فيما بعد. فيما بعد لا منذ البداية. أنا نقول لك سر، اليوم قال أتمني لغد دعمنا اجتماع مجموعة العمل، وفي هذا الاجتماع كان هناك إجماع على تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية في مجموعة العمل، يعني في اليوم الموالي. ولما أقول إجماع أقصد بمن في ذلك الإخوة القياديين في حزب العدالة والتنمية أو في حركة توحيد الإصلاح، والموجودين في سكرتارية مجموعة العمل لم يترددوا. من كان حاضرا معكم منهم؟ مثلا الأخ الشيخي، مثلا الأخ عزيز الناوي، مثلا الأخ رشيد. يعني هذه لربما فعالية داخل حركة توحيد والإصلاح وليس داخل الحزب. لا، هناك من هو داخل الحزب، وهناك من هو في مجلس الوطني للحزب، وهناك من هو. على كل حال هذا أمر كان مرفوض بشكل مطلق من طرف أقول المغاربة، يعني حتى نزول اللبس من طرف المغاربة، وأدين من طرف المغاربة، ووصل الأمر أن وضعنا دعوة أنا شخصيا في اسمي ونبع عني زملائي الأعزاء النقباء إلى آخره، أطلب فيها من محكمة النقد إلغاء هذه الاتفاقية التي أجريت. ويعني كانت هناك مؤتمرات صحفية، كان هناك من ينتقدونكم الأستاذ خالد السفياني يقولون أن حزب العدالة والتنمية هو في الحكومة وقع، ولكن فيما بعد ولأهداف سياسوية أنه يركب اليوم القضية الفلسطينية. لا شك أنك تقرأ طبعا هذه السردية كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ظلم، يعني بكل صراحة هذا ظلم. ونحن نعتبر، أنا شخصيا أعتبر ومعي أغلب الإخوة المشتغلين في الميدان، نعتبر أن أي مناضل شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومسلم، أي مناضل أكد بأنه ضد التطبيع وبأنه يدين التطبيع وعمل على هذه الإدانة من الميدان وكذا إلى آخره، يجب أن يكون معنا وأن يكون في صفنا، حتى لو كان حزبه فاسدا. وطبعا الأمر لا يتعلق بالعدالة والتنمية، أنا أتحدث بصفة عامة، حتى لو كان حزب هذا المناضل حزب فاسد، فإن يعني نضاله ومواقفه إلى آخره تشفع له بأن يكون مناضلا ضد التطبيع. والإحراج الذي نقع فيه، أنت اسمح لي سؤالتني عن الإحراج. نحن كمغاربة نعتز بتقدير واحترام الإخوة أعزاء في كل البلاد العربية والإسلامية ومن طرف آخر العالم. يعني لماذا؟ لأن المغاربة في غالب الأحيان تجدهم جادين ويشتغلون يعني بقلبهم وبروحهم وبنفسهم، مما يكسبهم احترام الآخرين. ولذلك ستجد إخوة مغاربة في قيادة مجموعة من التنظيمات العربية أو الإسلامية أو غيرها. يعني تتحدث عن توحيد الإصلاح،
السي أحمد الريسوني قضى مدة طويلة وهو نائب رئيس مجلس علماء اتحاد علماء المسلمين، وكان الرئيس الفعلي لأنه الشيخ القرضاوي كان في الفراش، وبعد ذلك صار رئيس. وهذا تقدير واحترام للمغرب، للمغرب الشعبي. هذا المغرب الشعبي كان يمس بالصميم، ولا زال عندما يتعلق الأمر بالتطبيع. يعني من كتوقع شي حادثة كما وقعت مجموعة من الحوادث، تحس بنوع من الألم وانت داخل هذاك الاجتماع الذي كنت تدخله أسدا في النضال، في الفكر، في المواجهة، في كذا إلى آخره. ولكن رغم ذلك سوف تجد أن الإخوة الأعزاء في المشرق كلما تحدثوا عن نضال شعب من شعوب من أجل قضية فلسطين يبدأون بالشعب المغربي، لأنهم يعرفون مدى تشبت الشعب المغربي ويعرفون أننا ضد التطبيع، وأننا أول من ساغ مقترح قانون لإلغاء التطبيع ولتجريم التطبيع، يعني هي أنا وقدم البرلمان. هذا اللي كانت انخرطت فيه عمل. هذا الذي كانت انخرطت فيه الأحزاب السياسية المغربية داخل البرلمان، انخرط فيه الجميع، وقدمه 270 عضو مجلس النواب، ما فيها الأحزاب الأغلبية الراهنة. نعم بدأنا بها، يعني ماشي بدأنا، وقع اتصال، كان أنا ذاك الحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الشراكي اللي كان كيرأس الفريق ديالو الله يرحمه السعيد الزيدي، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والشراكية، هادو كلهم وقعوا. لا فيه الأصالة والمعاصرة، لا الأصالة والمعاصرة قدموا مقترحا آخر، آخر آه سحبوه بعد شهر. يعني هم بغوا يعملوا عندك، سمحوا لي على التعبير، هذيك اللعيبة ديال حنا قدمنا مقترح سحبناه انتهى الأمر. ولكن ظل دائما المقترح لحد الآن مطروح على مجلس النواب. إذن يعرفون أننا قدمنا هذا، أننا قدمنا دعاوى عندما اقتضى الأمر أن نقدم دعاوى إلى آخره. وهذا يترك دائما التعاطي مع المغاربة بشكل يعني فيه نوع من المحبة ومن الاحترام. الطرف الآخر يقول أيضا مسألة أخرى، يقول لك جانب من الفلسطينيين طبع مع إسرائيل، طبعا يتحدثون عن السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني ماذا يعني طبع بالنسبة للسلطة؟ بغض النظر عن الموقف ديال السلطة الوطنية، وبغض النظر عن موقف بعض الأشخاص، يجب أن يعلم إخواني وأبنائي أن السلطة الوطنية الفلسطينية فيها الصالح وفيها الطالح. فتح فيها الصالح، ما ننسوش أن فتح هي التي فتحت الباب للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وبالتالي في كما قلت فيها الصالح وفيها الطالح. الآن
يقال أكثر من هذا أنه كين صراع وكين تنظيمات وكين كذا. أي انقسام الفلسطيني تنظيمات متعددة وكذا، وهذه الجبهة الشعبية وهذه الديمقراطية تاريخ الثالث وهذه كذا وهذه فتح وهذه حماس وشيء. لا، وخاصة التناحر اللي كان في مرحلة معينة بين فتح وحماس. هل رأيتم أو قرأتم عن تجربة تاريخية سيد ربي هبط الناس ديالها كلهم مصوبين مش مع هل هذوك شنو سميتهم ديال الشمع اللي كاينين في بريطانيا وبعض المدن؟ يعني لا فرق بين هذا والآخر، لا يمكن أن تكون هناك حياة سياسية إذا لم يكن هناك برامج سياسية وحوار سياسي و و و وبالتالي لا يمكن القول بأنه بما أن الفلسطينيين عندهم عدة تنظيمات وعدة أحزاب ويقع التناحر، معلوم يقع التناحر ويقع النقاش ويقع الحوار وأحيانا لا يخرجون، ولكن دعونا ننتبه إلى شيء مهم هذه القضية. خلي لأنه أنا شخصيا حاولت أن أبقى في مختلف المراحل وراء الستار وبدون يعني سوف تلاحظون هذا يعني درجة أن بعض وسائل الإعلام بدأوا يحتجون خالد العيوي، ولكن بالنسبة إلي أن أعمق الصراع والفرقة بل أحاول أن أجمع، ولكن شيء يجب أن ننتبه إليه، لما تبدأ المعركة ضد الكيان الصهيوني يتوحد الفلسطينيون في الساحة. غرفة عمليات موجودة منذ البداية، 7 أكتوبر لم يكن حزب الله مثلا معلم به، حسن نصر الله لم يكن يعرف أن 7 أكتوبر ستحدث، أبو طارق رئيس الجهاد لم يكن يعلم، أغلبية أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس لم يكونوا يعلمون. ولكن هذا مصير وطني كبير، أن تنفرد حماس أو بعض قيادة حماس باتخاذ قرار مثل هذا لربما يمس الفصائل الأخرى والمكونات الأخرى من الشعب الفلسطيني. لا، لو كان هناك ذرة شك في أن الأمر سيكون له تأثير سلبي لما وقع عليه. وأنتم تعلمون أن هذا قرار تاريخي كبير بتبعات كبرى. هذا قرار تاريخي كبير يثبت بأن الفلسطينيين عندما يتعلق الأمن مصيرهم يتوحدون، يتوقفون عن النقاش الفارغ، يتوقفون عن بعض التفاصيل، وكما قلت أن الأمر لا يتعلق فقط يعني من يرى الواقع الآن يعتقد بأن الحوثيين كانوا مهيئين ويعتقد بأن حزب الله كان مهيئ والجبهة الديمقراطية، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، لأنه بعض اللحظات التاريخية، أنت تكلمت عن لحظة تاريخية لها أهمية، التاريخية يجب أن تتم في أن لا تتم في العلن. نعم أستاذ خالد، وإلا تفشل. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ خالد السفياني، ويتوصل حوارنا معك بحول الله في حلقة قادمة.